السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد العزيز حسن في كورس سي اس اس. طبعا احنا الدرس اللي فات اتكلمنا على الليستز، تمام؟ في سي اس اس، في ال دبليو سي سكولز، هم عاملين كده زي توتوريال او درس بسيط، جاليري، يعني صفحة لعرض الصور. تمام، عايزين نعمل صفحة زي كده، بما ان احنا اخدنا البروبرتيز او الامكانيات ان احنا نقدر نعمل حاجة زي كده، فاحنا ممكن نعمل حاجة زي كده. طيب تعالوا بس الاول نتخيل الشكل هيبقى عامل ازاي اصلا. بص، احنا هنعمل ديف كبيره. اول حاجه ديف كبيره خالص، الديف دي هيبقى فيها كل الايمجات بتاعتي. تمام، طيب جوه الديف الكبيره دي، عذرا، الديف الكبيره ديفات اصغر منها بالشكل ده. جوه كل ديف من الديفات الصغيره دي نعمل مثلا الصوره واسم الصوره وكلام عن الصورة. ادي الصورة واسم الصورة وكلام عن الصورة، الصورة اسم الصورة كلام عن الصورة. دي الديف الكبيرة اللي هي دي، ايه، تبقى ديف. وبعد كده كل واحدة من دول هتبقى ديف برضو، كل واحدة من دول هتبقى ديف. دي هتبقى صورة، ودي هتبقى H2، ودي هتبقى باراجراف بالشكل ده. نفس الكلام بالنسبة لدي، ونفس الكلام بالنسبة لدي. هي التقسيمة هتبقى كده بالظبط، ديف كبيرة جواها ديف ديف أصغر منها، جوه كل ديف من الصغيرين image و H2 و paragraph. هنا نكتب عنوان الصورة، هنا تفاصيل الصورة، وهنا الصورة نفسها هتعمل ازاي. طيب تعال نروح على الاكليبس ونبدأ نشتغل. طبعا احنا هنشتغل اكسترنال، تمام؟ كل المواقع بتشتغل اكسترنال، مفيش حد بيشتغل انترنال او اونلاين. اونلاين في حاجات معينة بس، انما كله بيشتغل اكسترنال. طيب تعال نعمل الديف الكبير الاول. جوه الديف الكبير نحط ديف اصغر منها، جوه الديف الأصغر من هنا نحط image السورس بتاعها هنكتبه بعد كده إن شاء الله، و ال width برضه هنكتبه، و ال height هنكتبه برضه. طيب كان نقول H2، بعد كده paragraph. تعال نكتب حاجات افتراضية في H2، image 1 مثلا، وفي الباراجراف نفس القصة، نكتب أي حاجة افتراضية. This is image 1 in this website for test gallery مثلا. اوكي، بالنسبة للصورة تعال نشوف أي صورة. احنا عندنا صور كتير في المجلد بتاعنا، ناخد دي مثلا نحطها في السورس، نقول images اسم الصورة. طب تعال نشوف الصورة دي حجمها وطولها وعرضها قد ايه، نجيب بيرت ساعتها 128 في 128، فنقول ان الصورة دي هتبقى 128 في 128. اوكي، تعال نشوف بقى الشكل عامل ازاي من غير اي حاجة خالص. ادي الشكل. طبعا هنا في غلط في الصورة، ليه بقى؟ images واسم الصورة وفي كل حاجة تمام. لو احنا ما خدناش الامتداد بقى، لا الامتداد متاخد اهو، امال ايه؟ هنشوف ايميج الصح. تعال نشوف كده،
المفروض ان كل حاجة صح، ده المفروض. تمام، ظهرت هي، كان في غلط في اسم الصورة. اوكي، طب انا اعمل ستايل يظهر بالشكل ده بالظبط كده او احسن منه كده. طيب تعالوا بقى، نمرة واحد، هنروح نعمل ستايل للجاليري او للديف الكبيرة خالص. تعال بس نكرر دي 3 مرات كده او 4، خلي 4. اوكي، انا كده كررت اللي هي الايه، الديفاية نفسها بتاعت اللي هي دي اللي احنا رسمناها، الديفاية دي اهي 4 مرات، انا عملتها 4 بدل 3. طيب تعال نروح للإكليبس تاني، تعال نروح نعمل لي الديفاية كبيرة خالص، كلاس نقول له ان الكلاس بتاعك هيساوي جالري مثلا او جي اختصار لجالري. فاجي هنا اقول له ان الجي الويتس بتاعها 960 بكسل، وان المارجن ليفت اوتو، وان المارجن رايت اوتو وورد. طيب تعال نعمل لها لون خلفية بسيط كده، نقول له ان الباك جراوند كولر مثلا، نقول له E5 E5 E5. تعال نشوف الدنيا عاملة ازاي دلوقتي. تمام، ادي الباك جراوند كولر بالشكل الشبيه. طيب تعال نعمل لها بيدنج عشان الشكل يبعد شوية، بس بيدنج نقول مثلا 10 بكسل. تمام، تعال نروح نعمل لها border radius. طيب تعال نروح على الموقع بتاع اللي احنا ناخد منه ال border cabin، نقول له مثلا 20، ناخدها كابي نروح نحطها في CSS style بتاعنا، بيست كده. تعالوا نعاين، تمام هو بالشكل ده. طيب تعالوا نعمل border هيكون 1 بكسل من نوع solid، ويكون الهاش بتاعه cc 6 سيهات. اوكي كده، تمام كده. ممكن نديها بقى مارجن من التوب ومارجن من البوتوم عشان يبعدوا شوية بس عن التوب والبوتوم. مارجن توب 20 بكسل، مارجن بوتوم 20 بكسل برضو. ممكن بقى نحط لها شادو، نحط لها اللي احنا نفسنا فيه، بس انا شايف ان كده شكلها كويس يعني، معقول يعني، اهو في حصل مارجن هنا وفي مارجن هنا. طيب تعالوا نروح نكمل بقى. عايزين بقى نعمل ستايل للديف، الديفات دي هنعمله ازاي؟ هقول له الجي دوت جي اللي جواها ديف، الديف اللي جوا جي بالشكل ده. هبدأ اعمل لها ستايل، هقول له ان الويتس بتاعها، احنا طبعا عارفين ان الصورة 128 في 128 صح؟ فتعال نقول مثلا ان الويتس بتاع الديفاي دي هيبقى مثلا 100 نقول مثلا 140 مثلا او 130 بكسل. اوكي، وهيبقى عليها بوردر، ممكن ناخد نفس البوردر ده كده كابي، احنا ممكن نخلي دي مثلا 100 ماشي 130، ونعمل بادنج. البادنج ده هيكون مثلا 5 بكسل.
مثلا. تعال نشوف الدنيا عامله ازاي دلوقتي. اه شكل انت شايفين طبعا شكلها يعني مش لذيذ اوي. طيب ممكن نعرضها شوية، نعرض الشكل شوية. وعايزين برضو نعمل له border radius. تعال نعمل له border radius مثلا 5. نقول له مثلا بدل ما هي 130 نقول له 150 160 مثلا. تعال نشوف شكله عامل ازاي. يعني كده كويس، كده كويس. اوكي هنقول له مارجن بوتوم من تحت ليه بالنسبة للدفة دي. مارجن بوتوم 10 بكسل عشان تبعد عن اللي تحتيها 10 بكسل بس. ايش زي ما شايفين بعدت عن اللي تحتيها. اوكي ممكن نخلي التكست اللاين سنتر في الديف دي. تكست اللاين سنتر بقى كل حاجة في السنتر زي ما انتوا شايفين اهو. اوكي تعالوا بقى نعمل لها فلوت ليفت عشان يجوا جنب بعضيهم. بص لو عملت فلوت ليفت اول حاجة غلط ايه اللي حصل؟ الشكل اللي بره او اللي هو الديف اللي اسمه جالري الكبير قوي بقى عامل ازاي؟ طبعا ده ليه؟ ده عشان احنا قلنا اتكلمنا قبل كده مسألة الكلير. تمام فانا لازم اعمل كلير بعد اي فلوت، بعد اي فلوت لازم اعمل كلير لازم عشان ما يحصلش الازمة اللي حصلت دي. تمام تعالوا نعمل كلاس اسمه كلير، نقوله ان هو كلير بوث، واقوم جاي بعد الديفات كلها بتاعتي وقبل نهاية الديف الكبيرة اقوم عامل ديف صغيرة كده اديها الكلاس اللي هو اسمه كلير. تعال نشوف الشكل بقى دلوقتي. اه تمام طيب ثواني. كلاس كلير. تعال نشوف هنا كلير. طيب كلير بوث المفروض كل حاجة تبقى تمام كده. طيب احنا ممكن نحطها بدل في ديفان نحطها في سبان، لان هنا انا حاطط الجي ديف، اي ديف جوه الجي هتاخد نفس الستايل ده، فهي حتى هنا لو بصين هنا هتلاقيها واخدة نفس الستايل. ادي كلاس كلير اهو شايفين. تمام طيب تعالى بس نخليهاش ديف، نخليها مثلا وليكن سبان مثلا. اختفت ايه؟ طيب تعالى نعمل بس الاول المارجن بتاع الليفت، نعمل المارجن من الرايت عذرا. مارجن رايت 10 بكسل. اوكي تعال نشوف. طيب تعال نعدل بس رايت نخليها جي اتش نشوف الدنيا عاملة ازاي. تمام طيب تعالوا بقى نشوف مسألة ان الديفاية صغيرة كده. هو طبعا لازم يبقى في كلير. تعال نتأكد بس ان كلير كلير بوث. طيب احنا عاملينها في سبان ممكن نعملها في اي تاج تاني مثلا بي. تعال نجرب باراجراف مثلا. تعال نشوف الدنيا عاملة ازاي دلوقتي. تمام كده الدنيا ظبطت تاني. اوكي تعالوا بقى نكتر الديفات دي شوية. مثلا شايفين هي لوحديها راحت نزلت تحت لان هي ما لقيتلهاش مساحه هنا فنزلت تحت اوتوماتيك.
اطول من غير وجع قلب ولا اي حاجه. تمام. طيب ممكن نعمل بقى ستايل الاتش 2 والباراجراف. طيب احنا هنعمل ستايل مثلا، تعال ناخد جوجل فونتس، نروح لجوجل فونتس، فونتس، ونشوف ازاي نركبها في الاكسترنال. وبرضو تعال نعمل شوية شادو كده، سي اس اس شادو، اللي هو بدل ما نكتب بناخد الاكواد كوبي بيست. تعالى بس عشان نظبط الشكل شوية، تعالى نظبط عمال الحاجات تتحمل. تعالوا ندي مارجن عن الرايت شوية ومارجن ليفت شوية عشان يبقوا متوسطين بالنسبة للدفاية الكبيرة دي. تعالوا نروح هنا نقول له مثلا انت مارجن رايت 10 وخد كمان مارجن ليفت 10. ليفت يعني كده الشكل اتظبط شوية عن الأول. اوكي ممكن برضو نجيله بديل، زي ما بديله مارجن توب نديله مارجن بوتوم برضو 10. تعالوا كده فين مارجن بوتوم، نديله مارجن توب 10، توب 10. تمام كده، يعني كده الشكل اتظبط بشكل كويس جدا. طب هو في مشكلة في جوجل فونتس في الانترنت عموما؟ تمام. تعالى على السيكنس نختار حاجة تكون رفيعة وشكلها شيك، يعني كده مثلا. هو الانترنت عندي بطيء جدا يعني. تعال نختار ده وخلاص، هو أقرب حاجة بالنسبة لي يعني، هي اللي ظاهرة. طيب في حاجات ظهرت تاني، نقول له يوز، هبدأ وراح واخد دي كده اللينك ده كابي كده، أقوم حاطه في ال HTML فوق في الهيد، وبعدين أقوم رايح واخد ال import ده، أقوم واخده كده كابي أحطه في ال external بتاعي، في ال style sheet في ال external. أول حاجة أحطها فوق، اول حاجة خلي بالك ان هي لازم تكون اول حاجة. طيب وبعدين نروح على الجافا سكريبت وناخد كود الجافا سكريبت كابي، ونروح برضو نحطه في ال HTML في الهيد برضو بالشكل ده. وبعدين اخر حاجة نروح ناخد اليوز بقى، اللي هي اليوز فونت فاميلي بالشكل ده. هنقول له ان جي H2 يبقى الفونت فاميلي بتاعها كده، وهيبقى مثلا ال color بتاعها gray مثلا. شوف تمام زي ما شايفين كده شكلها أظرف شوية. ممكن نجيب بقى فونت تاني وتالت وخلافه لحد ما نظبط الشكل بقى ويبقى شكله جميل يعني، مش شرط نستخدم فونت واحد، ممكن نستخدم كذا فونت يعني. تعال مثلا ناخد فونت تاني للباراجراف نفسه، تعال ناخد الفونت ده للباراجراف اد كولكشن، تعال ندوس يوز، ادي الفونت بتاعي التاني اهو. تمام. الكود الجافا سكريبت مش هيتغير على فكرة، ولا ده هيتغير، اللي هيتغير بس اللي هي اللينك ده، ناخده كده كابي، هنروح نضيفه. وهنروح امبورت، طبعا هناخد ال عشان ناخد نوع الخط برضو، هنحطه في ال CSS لان هو زي ما انتم شايفين هنا بيبقى محمل الفونت فاميلي. طبعا هشيل دي، خلي الجديدة اللي هي فيها الفونت فاميلي ده، وده
هما الاتنين. تمام طيب تعال نشوف شوف سكريبت. برضو متغيرة فيها الفونتين، تعال نشيلهم، نشيلها كلها ونغيرها بالقديمة اللي كانت عندنا. ونشيل دي كمان اللي هي برضو، ونخلي الجديدة اللي هي فيها الفونتين اهي. اوكي تعال نروح للستايل شيب، تعال نقول له ان الجي بي جي اللي هو الباراجراف يعني هيبقى واخد الفونت اللي هو ده تكست مي، اسمه تكست مي. نحط هنا. طب تعالى نرفرش ونشوف الدنيا عامله ازاي. طبعا شكله اظرف كتير، ممكن نستغنى عنه برضو ونخليه في الباراجراف في ال H2 يبقى شكله اظرف يعني. فونت شكله جميل بصراحة، احسن من الفونت ال ده. فريش جميل. طيب تعالوا بقى ناخد الشادو بتاعنا. ممكن ناخد الشادو ده اللي هو الخارجي اللي هو من تحت، بس نروح نحطه فيه الديفاي اللي اسمها جي. تعال نعمل هوفر للجي، جي ديف هوفر يعني في حالة الهوفر. تعال ناخد بقى في حالة الهوفر الشادو اللي هو من جوه بالشكل ده بس كده. تعال نعمل ريفرش. طبعا هو الشادو بيظهر من تحت اهو، بص لما اروح هوفر بيبقى عامل ازاي، لذيذ كده. طيب المفروض بقى لما ادوس على الصورة تودينا على صفحة فيها الصورة نفسها، هنعمل الكلام ده ازاي بقى؟ بكل بساطة هقوم رايح لي ال انا هنعمل هعمل اول واحدة بس، مش هعمل كله، هعمل اول واحدة، هربط اول واحدة بالصورة. طيب تعال نحط مثلا انكر حوالين الديف كلها اتشرف، بحيث ان هو لما يدوس على الدفاية كلها يروح على مكان الصورة. تمام واحط له اسم الصورة هنا في الايمجز، اسم الصورة بس. تعالوا كده نشوف الدنيا فيها ايه. ادي ريفرش. طبعا انا عملت اول واحدة بس. تمام الصورة الصفحة ده بتحمل شوية عشان جوجل فونتس، طبعا كمان عندي النت ضعيف فمش هيجيب لك الفونتات بسرعة يعني. طب هي الصفحة اتحملت اهي. تمام تعال بقى كده ندوس على أول واحدة اهي، ندوس ادوس عليها راح مودينا على الصفحة اللي فيها الصورة. تمام طيب هكذا بقى، لو عايز اكمل بقيتهم اعملهم بنفس الشكل. طبعا ممكن اخفف الشادو، العب في الالوان بقى كتير، لان الالوان اللي هي السودا دي اللي هي في الشادو رخمة شوية تقيلة شوية، ممكن العب فيها كتير يعني. تعال نروح للكالر بيكا ونغيرها. صوت مني النت ضعيف شوية فمش مديني سرعة ان انا اتعامل بشكل اسرع. طيب هو بدل ما نعملها اونلاين ناخد الالوان من اونلاين يعني، احنا ممكن ناخدها من الكالر ده اللي هو الالوان بتاعتنا اهي. هناخد بس الهكس ديسمال بتاعها من هنا. تعال ناخد بس لون اغمق سنة صغيرة كده، لون كويس. ناخده كابي نحطه فيه الشادو اللي هو السفلي اللي هو بلاك ده. تعال نشوف الشكل ده تبقى شكله عامل ازاي. دلوقتي بقى شكله يعني ها خفيف شوية، بقى شكله اضرف شوية. طب تعال نخفف اللون كمان شوية. نعمل ريفرش يعني كده. تمام تعال بقى نخفف اللون اللي هو بيظهر ايه لما ادوس هوفر اللي هو الشادو الداخلي. ده عايزينه خفيف يعني كده، كويس جدا.
انا مرفش. بص بقى كده شكلها اظرف كتير جدا عن الحقيقه، شايفين بقى شكلها لذيذ. ده كان بالنسبه لان انت تعمل image gallery في ال CSS وال HTML. طب ممكن اعمل حاجه كتير، يعني ممكن احط فوق هنا التايتل بتاع ال image gallery، اي حاجه، وحاجات كتير ممكن اعملها جدا في الموضوع. ممكن احط الكابي رايتس بتاعت تحت اللي هي حقوق التصميم، حاجات كتير ممكن اعملها. طبعا ممكن بالجي كويري اعمل تاثيرات، ممكن عن طريق سي اس اس اعمل تاثيرات اكتر من كده، في زوم، سكيل، حاجات زي كده. يعني ان شاء الله هنتعرف عليها في دروس جايه ان شاء الله. اتمنى يكون الدرس سهل وسلس. طبعا كل اللي انا عملته دلوقتي من بدايه للنهايه احنا اخدناه بالتفصيل في الدروس السابقه، فاللي ما فهمش حاجه من اللي انا عملتها يرجع للدروس السابقه ويراجعها، وان شاء الله هيلاقي فيها الموضوع بالتفصيل اكتر من كده. أتمنى يكون درس سهل وسلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.